الاحتجاج على قرار حكومة لنسور والقاضي برفع أسعار المحروقات حق دستوري ومكفول ضمن القانون، لكن الاعتداء على مؤسسات الدولة ورجال الأمن والدرك هو خارج كل الحقوق وانتهاك للقانون والأعراف وأخلاق الأردنيين وشيمهم، وبالتالي فهو غير مبرر إطلاقاً. الاعتداء على دم المسلم وماله وعرضه من أشد ما حرم الله، لذلك يجب محاسبة كل من حرض أو جيش أو ساهم أو دعم أو شارك في إسالة قطرة دم واحدة وما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار مادية شأنهم شأن الفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن وباعوا مقدراتها. تحطيم الممتلكات حرام طبعا، ولا يجوز لأي مواطن يحطم أي شيء لأنه هذا ممتلكات عامة، مش من حق أي إنسان يحط ممتلكات لي. بنفس الوقت أنا ما بصيرش أحط ممتلكات الغير، حرام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء اللهم أديم النعمة، نعمة الأمن والإيمان على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. أنا في رأيي صراحة أنه التحطيم والتكسير لا يجلب للوطن إلا الخراب والدمار. الحقيقة إحنا ديننا الإسلام، والإسلام سلام، والتعبير دائما عندنا لازم يكون تعبير سلمي، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وكان يسأل الصحابة ويعبروا عن رأيهم بكل صراحة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نكسر هذا تخريب، والتخريب حرام في الإسلام. والاعتداء حتى على رجل الشرطة، ما هذا أخوك مسلم، تقاتله وتقتله على إيش؟ فبدك تعبر، عبر بطريقة حضارية بطريقة سلمية إنه القرار هذا، عبر عن رأيك شو القرار. أنا حقيقة وللصدق أنا مع القرار، لأنه زي ما بيقولوا الرمد أو العور أهون من العمى، يعني يكون واحد بعين ولا ما يكون ولا بعين. لأنه إحنا إذا ما اتخذش هذا القرار بده يصير تخفيض على الدينار، وإذا صار أي خلل في الدينار الأردني بنتدمر كلنا. يعني في 88 احنا حصلت عندنا كارثة لما الدينار كان بالأمس بدينار صار الصبح بنص دينار، اللي كان معه 100 دينار صار 50، فأيهما أفضل؟ أصبح الصبح ألاقي معي 200 دينار صار 100، راتبي 500 دينار صار 200، ولا يظل راتبي كما هو وأتحمل هذه في جزء من، يعني هذا مش نهاية العالم، ممكن يستمر هذا الأمر شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة بدنا نتحمل. أما ما نتحملش ولا حاجة وبدنا نأكل كل إشي ما بصيرش. إذا ما زرعناش من أرضنا مهم نأكل، إذا ما جنينا ثمر مهم نأكل. الآن إحنا الثمر مر، بدك تصبر عليه حتى يجيك العلاج الصح. مشاهد لم نعتد على رؤيتها، فأي احتجاج سلمي هذا والذي تغلق فيه الشوارع بالإطارات ويسلب فيها المواطن من حقه بالشعور بالأمان الذي لطالما تغنينا به، لكن ضعاف النفوس والمارقين على هذا الوطن من أصحاب الأجندات الخاصة من بعض الأحزاب والذين جيشوا الشارع الأردني وحرضوا للنزول إليه بطرق همجية لا سلمية كما يدعون، ولتطبيق رؤى خارجية ليعيثوا في هذا البلد فسادا. يلا ولا انقلها ولا لا ترجع من هون يلا ما تسكعش من هون. ثابت لا ترجع من هون شباب، واحد ثاني بتعدى واحد منا. لا مش انتقال.
رجال الدرك والأمن يقومون بواجبهم في حماية الأرواح والممتلكات، والتعرض له وعرقلة عمله جريمة، فلماذا يكون الاعتداء عليه سواء باللفظ أو الضرب وصولا إلى إطلاق النار الحي عليه وهو لا يحمل أي سلاح ناري؟ والاعتداء عليهم يؤكد خروج فئة عن المجتمع ومؤسساته الوطنية بهدف إثارة الفتنة وإشعال أعمال شغب تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. كما أن الاعتداء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة يلحق أضراراً إضافية بالاقتصاد الوطني ويحمل المواطنين أعباء إضافية فوق ما يتحملون، وهذا ما يدركه كل الأردنيون ويرفضونه جملة وتفصيلا. لأنها مو ولا المواطنين وملك للشعب، مش ملك للحكومة ولا ملك لهذا. شو دخل الحكومة فيها؟ ليش التكسير هذا؟ وإحنا كلنا كل الشعب الأردني ضد التكسير هذا. إذا هلأ أنا بزعل من بيتي أجي أكسر التلفزيون وأكسر البيت وأكسر الحوش وأكسر سيارتي، هل هذا مبرر؟ مش مبرر، هذا غلط. بس بنعبر إحنا، ولكن بنعبر بطريقة مشروعة بالاعتصام يعني الهادي بالأمور، نوصل الأمور. أما نحطم الممتلكات بنضر أنا وبنضر غيري، بتنضر الدولة، وبالنهاية منين نجيب إحنا فلوس العمل اللي خربنا وإحنا الآن وضعنا سيء؟ هاي مؤسساتنا، هاي مراكزنا، هاي بنوكنا، إحنا اللي بندفع الثمن بعد هيك. مع الضربة هاي العالم يعني تأثرت ونزلت طبعا بتتعبر. لا إحنا يعني ضد التكسير، ضد الضرب، ضد، لكن هذا اللي طلع مع الناس يعني كمان. طبعا 100% حرام، ممتلكات عادة للشعب هاي. أنا ضد هذا الحكي وضد التخريب والتدمير في هذا البلد، لأنه كله من قوة هذا الشعب ومن رأس مال هذا الشعب اللي بيخربوا من مصاريهم ومن فلوسهم، والشاب اللي بنضر من ابننا وأخونا. المؤسسات ومراكز الأمن وغيرها من مقدرات الوطن والتي أحرقت إنما هي ملكهم، وقد بنيت وتم تأثيثها من أموالهم وعرقهم وجهدهم، فهل يكون حارقها ومخربها مواطنا حقا يخاف على مصلحته ومصالح المواطنين الآخرين، أم مخرب تدفعه غريزته غير الواعية، أو تدفعه أجندات الآخرين التي لا نقول فيها غير أنها تجر البلاد إلى خراب كبير؟ فدم الأردنيين حرام بينهم، وحماية ممتلكاتهم من حماية وطنهم.